قال حذيفة: رأيت سيدي أمير المؤمنين مع ولديه الحسن والحسين عليهم السلام يأكلون مع رسول الله وهو يبتسم في وجوههم عليهم السلام ويقول لهما: كلا هنيئا لكما ببركة هذا اليوم، يوم مبارك، فإنه اليوم الذي يهلك الله فيه عدوه وعدو جدكما ويستجيب فيه دعاء أمكما. هذه السر، هذا الغاية، يستجيب فيه دعاء أمكما، يقتل عدو الله وعدو جدكما وعدو الحسن والحسين، عدو أمير المؤمنين، بل عدو جميع الأئمة. إذا نريد نفرح للإمام المهدي نفرح أنه هذا يوم فرحه وسروره. الإمام المهدي منو عدوه؟ عدوه قاتل أمة، عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. هذا يقول: كلا فإنه اليوم الذي يقبل الله فيه أعمال شيعتكما ومحبيكما. هاي يوم قبول أعمالنا، هاي أعمالنا كلها خلال السنة إذا كانت مو تمام بيها شوية منا إحنا مقصرين، هذا اليوم ببركة عظمة هذا اليوم الله يقبل أعمالنا. شوف بعد يقول: كلا فإنه اليوم الذي يصدق فيه قول الله فتلك بيوتهم خاوية. هاي الآية تتحقق شوكت بيوم التاسع من ربيع. كلا فإنه اليوم الذي يكسر فيه شوكة مبغض جدكما. عمر كان مبغض رسول الله قبل أن يكون فاطمة عدو فاطمة وقاتل فاطمة، كان في وجه النبي يقول: اعدل يا محمد. ما يؤمن بالنبي أصلا، ملحد، لا يعتقد لا بالله ولا بالنبي. آخر ساعات النبي يقول له إن الرجل ليهجر، وفي رواياتهم قد غلب عليه الوجع، مبغض للنبي، يا ليت عد عداوة ويا أهل البيت فقط. كان ما يحترم النبي أصلا، ما إله النبي عنده وزن، بحيث حتى كما بالرواية يجر النبي منا ويتبين أثر إيذاء عمر للنبي على رقبته الشريفة. هذا مبغض جدكما، رسول الله يقول هذا مبغضني. كلا فإنه يوم يفقد فيه فرعون أهل بيتي وظالم وغاصب حقهم. كلا فإنه اليوم الذي يقدم الله فيه إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباء منثورا. صلوا على محمد وآله.